بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ربنا يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، نواصل الحديث أيتها الأخوات الفضليات مع تفسير الآيات الثلاثة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الآية 33 والآية 34 والآية 35، والتي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. صدق الله العظيم. هذه الآيات بدأنا في محاضرات سابقة نتحدث عنها من حيث معناها الإجمالي، من حيث تحليل اللفظي، من حيث وجوه الإعراب والقراءات، انتهاء باللطائف، ولم يتبقى لنا إلا الحديث عن الأحكام الذي كنا بالفعل قد بدأنا فيه المرة الماضية. وقلنا بأن هذه الآيات يعني اشتملت على أو دلت في ظاهرها على الأقل على حكمين، أو يمكن الاستفادة منها للاستدلال على حكمين رئيسيين من هذه الآيات. الحكم الأول: ما هو حكم الشروع، ما حكم الإتمام أو الترك، شوفوا حكم إتمام العمل بعد الشروع فيه أو حكم ترك العمل إذا شرع فيه. هذا هو الحكم الأول وما يترتب طبعا عليه من أحكام. والحكم الثاني: حكم البدء بمصالحة العدو أو حكم طلب الصلح من العدو. هذان هما الحكمان اللذان نقف عندهما اليوم، واللذان يمكن أن يستفاد من هذه الآية. أما الحكم الأول فإنه مستفاد من عموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إحنا صحيح حكينا عندما تحدثنا عن اللطائف أن قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم يعني مرتبط بصدر الآية أو بأول الآية، وفيه إشارة على أن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم طاعتهما سبب من أسباب بطلان العمل، وعلى رأس ذلك الشرك. فالشرك من أعظم المعاصي، وهي كذلك سبب في إبطال الأعمال الصالحة إن اقترنت يعني أو إن صدرت عن الكافر والعياذ بالله. وكذلك فإن ثمة أسباب أخرى ذكرناها قد تكون مبطلة للعمل، منها كما قلت المعاصي، ومنها الامتنان على الله عز وجل أو على رسوله أو على المؤمنين بإيش؟ بالإسلام أو حتى بالطاعات عموما. فإن الله عز وجل لا يمن عليه أحد، سبحانه وتعالى هو الذي يمن علينا جميعا، هو خالقنا وهو المنعم علينا وهو يعني المتفضل علينا بكل ما نتقلب فيه من نعم. أفنمن على الله أن أسلمنا؟ هذا شيء محبط للعمل، هذا لا يقبل. إذا كان لا يقبل بين العباد أنفسهم، لا يقبل أن يمتن العامل على 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 صاحب العمل، ولا الابن على والده، ولا البنت على أمها، مهما كان الأمر، فكيف يقبل أن يمتن العبد على ربه سبحانه وتعالى؟ هذا غير مقبول، بل فيه نوع تعالي وعجب بالعمل وإلى غير ذلك مما يكون قد يكون سببا في إحباط العمل وبطلان والعياذ بالله. لكن هذا حقيقة لم يكن يعني مقصودنا في الأحكام. يعني إضافة إلى هذا كله، فإن هذه الآية أو هذا الجزء من الآية في قوله تعالى ولا تبطلوا
أعمالكم إضافة إلى كل ما دل عليه مما سبق، فإنه يدل أو فإنها تدل في ظاهرها على عدم جواز ترك العمل أو قطع العبادة والطاعة بعد أن تشرع، أن تشرع فيها، بعد أن تبدأ في العبادة، بعد أن تبدأ بالدخول في الصلاة لا يجوز لك أن تقطعها، بعد أن تبدأ بالشروع في الصيام لا يجوز لك أن تفطر، بعد أن تبدأ في الشروع بالحج لا يجوز لك أن تقطع. هذا ما يدل عليه أو ما يمكن أن يفهم من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وكأنه يريد أن يقول أو كأنه قال ولا تبطلوا أعمالكم أي بعد أن تشرعوا أو تبدأوا فيها، بعد أن تدخلوا فيها، بعد أن تعزموا وتنووا وتبدأوا بعمل أحكامها أو بالعمل في أركانها لا يجوز لكم أن تقطعوها. هذا ما دلت عليه ظاهر الآية، لكن العلماء في هذا الأمر لهم تفاصيل، هذا الذي نريد أن نتحدث عنه. نعم، نعم، فريضة ولا نافلة، بدهم يشوفوا هل في سبب مشروع للقطع ولا لا. فإذا كان العمل اللي أنا بديت فيه فريضة وما فيش سبب للقطع، محل اتفاق لا يجوز إني أقطع. وإذا كان فريضة وكان في سبب للقطع يجوز إلى إني أنا أقطعه، وقد يصل إلى الوجوب، وإذا خرج الوقت يكون علي القضاء. لكن إذا كان العمل اللي أنا قمت فيه نافلة وكان في سبب إني أنا أقطعه، بيجوز إلي أن أقطعه، هذا طبعا محل الاتفاق. أحسنتي. يعني حقيقة يعني هذا الكلام اللي ذكرته المزينية هو ما تحدثنا فيه المرة الماضية كتمهيد للحديث عن هذا الحكم، وهو يعني أن الأمر فيه تفصيل كما قلت، وفيه خلاف أيضا، فيه تفصيل وفيه خلاف. أما التفصيل يعني في هذه المسألة فلا نستطيع أن نقول بأن يعني أن بطلان الطاعات يكون على إطلاقه ودون ما تفصيل، ولا نستطيع أن نقول أن ثمة هنا أن ثمة يعني اتفاق. لكن ما نستطيع أن نقوله يعني أولا هنا أننا نفرق بين الفريضة والنافلة. وحتى قبل التفريق بين الفريضة والنافلة، هذا الحكم أيتها الأخوات، حكم ترك العمل بالفريضة، ترك العمل بعد الشروع فيه، يتفرع عنه مسألتين أو حكمين. المسألة الأولى أو الحكم الأول هو يعني حكم القطع نفسه أو عدم الإتمام، يجوز أو لا يجوز. والحكم الثاني إذا ما تم القطع فهل يترتب عليه قضاء وإعادة أم لا. وهذا الذي الحكم الثاني هو الذي أشار إليه في الكتاب، والحكم الأول يعني ربما لم يسلط الضوء عليه، اعتبره واضح، لكن أنا أذكره باختصار. الحكم الأول ذات القطع أيتها الأخوات، ذات القطع يعني هل يجوز أو لا يجوز. هذا الكلام يعني حقيقة يحتاج أن نفرق بين الفريضة والنافلة. أما الفريضة فلا يجوز القطع بلا سبب شرعي، بلا عذر. المبدأ العام في الفريضة اللي أنت دخلت فيها، هل يعقل يا أخوات واحد صام يوم من رمضان أن يقطع صيامه بلا سبب من مرض أو سفر أو غير ذلك؟ وهل يعقل أنك إذا شرعت في صلاة فريضة وبلا سبب أن تخرج منها؟ هي هكذا تكون الأمور؟ لا يجوز باتفاق هذا. لكن أجازوا وإن كانت فريضة إن كان سبب، وكل شيء بحسبه. يعني الصيام له أسباب القطع وإن كان مفروضا، المرض الكذا، الصلاة لها أسبابها، الصلاة لها أسبابها للقطع، في واحد ملهوف، واحد غرقان، واحد ولعت نار، الولد بصرخ، الولد يعني إلى غير ذلك من الطوارئ التي قد تعرض للإنسان حتى وهو يصلي، فيجوز له، بل ربما يجب عليه، مش بس يجوز، ربما يجب عليه أن يقطع الصلاة وإن كانت مفروضة.
لكن هذا كلما وجد السبب الشرعي أو العذر، فإن لم يوجد سبب هكذا بلا سبب لا يجوز. وهذا محل اتفاق أيتها الأخوات، يعني عدم الجواز للقطع بلا سبب في الفريضة باتفاق، وجواز قطعها في الفريضة بسبب جائز باتفاق، تمام. أما النافلة، طبعا لو بدي أكمل هنا بس في موضوع الفريضة، فمن قطعها بسبب فعليه طبيعي أن يقضيها أو أن يعيدها، أن يقضيها إن فات وقتها أو يعيدها إن كانت لا تزال في الوقت، وهذا أيضا محل اتفاق. فخرجت المسألة كلها المتعلقة بالفرائض من الخلاف، فيبقى الخلاف حقيقة متعلق بماذا؟ بالنافلة التي شرع فيها، النافلة الطاعة سواء كان الصلاة أو صيام أو ما سوى ذلك من الطاعات، هذه هي محل خلاف، محل خلاف ليس في كل محطاتها. أو يعني برضو خلينا نقول مرة ثانية، بدي أبدأ في النافلة فيما يتعلق بحكم قطعها ثم حكم ما يترتب عليها بعد ذلك من القضاء أو الإعادة أو عدم ذلك. أما الحكم فيما يتعلق بالقطع في النافلة فيكاد يكون محل اتفاق أنه جائز بين يعني، لكن الجواز هذا يتردد بين أولوية وعدم أولوية، يعني يجوز يعني مع الكراهة ولا يجوز مع الاستحباب. طبعا خليني أقول، أرجع أقول لو بدي أفصل شوي، في النافلة إذا وجد عذر شرعي طب باتفاق، إذا كان في الفريضة يجوز، لكن إحنا الصورة عندنا، نعم الصورة عندنا إذا لم يوجد سبب شرعي، يعني دخل في صيام على سبيل المثال ووقت الظهيرة أهدي إليه يعني إناء أو وعاء من أرز ولحم، فما فأكل، ليس ثمة ضرورة، ليس ثمة ضرورة، لكنه أكل، هل يأثم؟ لا يأثم، لكن ربما نقول ربما خلاف الأولى، أكثر ما يمكن أن نقول أكثر ما يمكن أن نقول خلاف الأولى ربما، وربما يكون يعني أحيانا يا أخوات، يعني أساسا هو خاصة في موضوع الصيام، مرات الصيام بيكون للحاجة للطعام، ما فيش في البيت أكل بصوم، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخرج كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها، كان يخرج من البيت ثم يعود، هل لديكم طعام؟ لا يا رسول الله، إذن أصوم. وفي مرة من المرات يعود الرسول صلى الله عليه وسلم فيسأل هل لديكم طعام، فتقول السيدة عائشة أهدي إلينا طعام، أهدي إلينا طعام، فيقول رسول الله أريني، هذا في مسلم، وروني إياه، فيراه فيأكل صلى الله عليه وسلم. هو يعني وليس معنى أنه هو صام من القلة أنه صيامه مش صحيح، لا مش لا لا بأس في ذلك بغض النظر. إذن مبدأ ترك العبادة النافلة بين قوسين عند العلماء جائز، مع اختلافات يعني في الأولوية فقط، لكن حقيقة يعني في العموم إن لم يكن سبب، يعني أجاني ضيف، أنا صايم اليوم، أجاني ضيف على البيت وبدي اغديه، يعني هل يقبل ادبا؟ وديننا دين الادب اساسا، انه انا يعني ياكل الضيف، لو مفروض عليك يا سيدي لك عذر، لكن مش يا سيدي صوم يوم بداله يا سيدي، اذا كان بدك النقا والزين يعني افطر فلا باس. فهناك سعه، هناك سعه، لكن وين الخلاف؟ يعني هناك في مبدأ الترك وعدم الإتمام فيه سعة، ولم يقل أحد يعني بأنه يحرم عليه
كما ولو لم يكن ثمة سبب، لكن في الفريضة يحرم إذا ما فيش سبب. لكن وين الإشكال؟ هل طب أفطرنا أو ما تمناش الصلاة لسبب أو لغير سبب في النافلة، هل يلزمنا القضاء أو الإعادة؟ هنا الخلاف. يعني كل ما سبق يكاد يكون لا خلاف فيه. إذن الخلاف في النافلة من حيث ما يترتب على وجوب قضائها أو عدمه إذا ما لم يتمها من شرع بها، إذا لم يتمها من شرع بها، هذا هو الخلاف. واختلف العلماء خاصة الأئمة الأربعة على رأيين أو على قولين أو على مذهبين. الإمام الشافعي ومعه الإمام أحمد رحمهم الله تعالى قالوا يا عمي ما في ما بعد، إذا أفطر أو إذا يعني ترك، ومبدأ الترك قلنا ما فيش مشكلة ولا شيء، لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء إلا في الحج. أحسنت، إلا في الحج. الحج إلا في الحج. ليش؟ لا بس الحج. إيش والصلاة والصوم يستحب ماشي، إحنا من ناحية إلا إحنا المبدأ العام إنه يستحب تكملي صحيح إلا في الحج، لأنه ربنا بيقول يا أخوات وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج. الحج إذا إنسان بدأ شرع فيه ينقلب إلى فريضة، نعم يعني نوع، وهذا هذه خاصة ويكاد يكون يكتكاد تكون محل اتفاق يعني بين العلماء، حتى يعني هايهم اللي بيقولوا بعدم الجواز استثنوها، يعني هي طبعا والذين يقولون بالوجوب من باب أولى أن يقولوا بذلك. إذن باستثناء الحج والعمرة كل الطاعات عند الشافعية والحنابلة أنها لا يجب، أنه لا يجب قضاؤها أو إعادتها. الرأي الثاني، وسنعود إلى الأدلة، الرأي الثاني رأي أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى، قالوا لا، نافلة ولا فريضة، ما هم الفريضة طبعا طبيعي ما فيها مشكلة عند الكل. قالوا كمان النافلة إذا بدأت فيها وتركتها ثم لم تتمها عليك أن تقضيها. إذن محل الخلاف أو أساس الخلاف أيها الأخوات لعله بين الفريقين مداره على أن يعني الفريق الأول كأنه رأى أنه لا فرق بين الطاعة من حيث حكمها قبل البدء فيها أو بعد البدء فيها، فهي لم تصبح واجبة أو مفروضة بعد البدء فيها. أما الفريق الثاني فإنه رأى أن ثمة فرق، قبل البدء أنت بالخيار، لكن بعد البدء فكأنك ألزمت نفسك، كأنك ألزمت نفسك، ولم يفرقوا بين الطاعات عموما وبين الحج. يعني زي ما في الحج لازمة أتم الحج والعمرة وأتم الصيام إلى الليل وأتم الصلاة إذا بدأت فيها، كله زي بعضه كأنهم اعتبروها نوع التزام. بعد ذلك يعني بتكبيرك بنيتك بدخولك، ما هو أي عمل أي طاعة تبدأ بالنية، ومش ركن أساسي في الطاعات النية، نويت بدأت الطاعة، بدأ العمل، فليس لك، فكأن هذه النية هي نوع التزام من الشخص لنفسه، فأشبهت النذر. هو الواحد لو نذر نذرا ألزم به نفسه مع أنه لم يكن واجبا. نعم هي النذور اللي بنشوفها مش أصلها أعمال مباحة، بدي أذبح خروف إذا نجح ابني، بدي أذبح عجل إذا ولدت بنتي، وهو في الأصل مباح، لكنه لما نذره أصبح لا. إذن هذا هو يعني أساس الاختلاف بينهما. لكن ثمة أيضا يعني أدلة على ذلك. الفريق الأول يا بنات اللي بيقول بالجواز واللي بيقول بعدم القضاء حتى لو قطعها وإن كان مكروها يعني، لكن لا يلزمه القضاء، حتى القضاء بعد هيك بصير نفس الحكم، بده يقضي ما فاته يقضي، بدهوش حر
نفس حكم الأصل، نفس حكم الأصل. قال هؤلاء، يعني استدل هؤلاء بمجموعة يعني من الأدلة. يعني أولا عموم قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، والمتطوع الذي يقوم بأداء النافلة هو نوع إحسان، فعله طاعته نوع إحسان مش إلزام. الإحسان اللي بمعنى الإلزام، اللي عكس الإلزام، آسف، اللي ضد الإلزام. أنا إلي عليك إحسان مش إلزام، إحنا بنقول فما على المحسنين من سبيل، يعني ابتداء ولا انتهاء ولا وسطا، فلا سبيل، وبالتالي لا يلزموا بشيء، أتموا أو لم يتموا ليس ثمة من فرق. فإن أتموا يعني فإن أعادوا بارك الله فيهم، أو قضوا، ما قضوش ولا أعادوا لا شيء عليهم، لا شيء عليهم. واستدلوا كذلك خلينا نقول بحديث، يعني إضافة إلى ما ذكر، المتطوع أمير نفسه، إن شاء تم وإن شاء ترك. طبعا ولا يعقل يعني أن يلزم بعد هذا التخيير يعني بأي واجب بعد ذلك، ليتناقض بصير مع الحديث. يعني ثم أيضا يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في كثير من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كما أوردنا قبل قليل، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما عاد وهو صائم وسأل عن الطعام فقالوا له أهدي إلينا فأكل، ولم يشر إلى حكم آخر، لم يقل اقضوا أو لم يلزمهم بالقضاء، على الأقل في بعض الروايات، يعني في بعض الروايات استدل فيها يعني صوم يوما مكانه أو كذا، هنشوف هنقف عليها، لكن في روايات ما فيش فيها. وحتى على القول بأنه في صوم يوما مكانه يعني عللوها على أنها على وجه الاستحباب ولا على وجه الوجوب، صوم بداله إذا كان أنت بدك، يعني إذا كان أنت بدك صوم بداله، يعني إذا أنت حريص، يعني من هذا الباب وليس من باب الإلزام على لذلك. ثم يعني إضافة إلى ذلك، يعني قالوا طب يا عم الآية، يعني كأني بهم قيل لهم أليست الآية تدل على المنع، وبالتالي يعني يمكن أن يكون هناك ترتيب، ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا لا تبطل، يعني في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا هذه خاص بالفريضة، لا تبطلوا أعمالكم من حيث المنع، وبالتالي يلزمكم القضاء بعد ذلك، هذا مما يتعلق بالفريضة. هنا هذا عام مخصوص بالنافلة بالأحاديث التي ذكرناها وبالمعاني التي ذكرت في هذه الصورة أو في هذه الحالة. فيعني دعنا نقول إنه مجموع هذه الأدلة هي التي اعتمد عليها، وغيرها كثير حقيقة، في أحاديث كثيرة، يعني برضو حديث الوارد عندنا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، اللي هي نفسها السيدة عائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهدي إليهم طعام، يعني هذه قصة أخرى غير لما دخل النبي، أهدي إليهم طعام، وكانتا هي وحفصة رضي الله عنهن وعن سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانت صائمتين، فأهدي إليهن طعاما فأكل، كأنه بقيت صائمات من الجل التانيات، يعني لما أجى الطعام وأكل، فكأن شيئا ظل يعني في نفوسهن، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت حفصة، وعندها حتى عائشة غارت بعد ذلك، قامت حفصة وقالت أهدي إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، يعني إيش الحكم، إيش رأيك، طلبت منه من طبعا الحديث اللي بتروي عائشة، وتقول إنه قامت حفصة وكانت بنت أبيها، يعني
وانا وبتقول انه انا كنت بدي احكي الا هي سبقتني. وهذا في اشاره انه نساء النبي كنا يتسابقن من تكون هي صاحبه الفضل في استجلاب حكم شرعي يكون فيه الخير للامه. هي اي يعني هذا احد المقاصد حقيقه، يعني لما سيذكر هذا وسيتروى وسيروى من قاله، وهذا فيه نوع فخر الواحد يعني واعتزاز انه قدم شيء للاسلام، اضافه الى يعني برضو امام الرسول صلى الله عليه وسلم وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل الاحوال فلما يعني سالنه عن ذلك فيعني اقر ما فعلنا واكلنا، وغايه ما في الامر يعني انه ارشدهن الى ان يعني اذا بدها اذا بدها تقضي يوم بداله. فلكن هؤلاء اصحاب الفريق الاول قال لك لا يا عم، هذا القضاء اللي اشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الالزام. فالحديث يعني الذي يعني استدل به الفريق الثاني يعني فسره أو علله الفريق الأول بأنه على سبيل الاستحباب أو لا ليس على سبيل الوجوب. إذن أيتها الأخوات، في هذه أدلة الفريق الأول. الفريق الثاني اللي هم المالكية والحنفية اللي قالوا بأنه إذا أفطر أو إذا ترك، إذا خرج من الطاعة أو من العبادة، بغض النظر نافلة ولا يعني خاصة في النافلة احنا بنحكي هنا، فإنه يلزمه القضاء أو الإعادة، يلزمه القضاء. صلى يعني صلاة نافلة في الليل، في النهار، في ضحى، قيام ليل إلى غير ذلك، ثم لسبب من الأسباب أو لغير سبب قطعها ولم يكملها، عليه أن يأتي بدلا عنها. صام يوم نافلة في نص النهار أفطر لسبب ولا لغير سبب، عليه أن يأتي يعني إيش يوما مكانه، أن يأتي بيوم، أن يصوم يوما مكانه. وزي ما قلنا الفلسفة التي قام عليها أصحاب هذا الرأي اعتبروا أن مجرد الشروع نوع التزام، بمجرد الشروع أنه ألزم نفسه بذلك، وهذا أول دليلهم. ثم إنهم استدلوا بعموم الآية، استدلوا ولا تبطلوا أعمالكم، يعني وكأنهم يريدوا أن يقولوا فإن أبطلتموها لسبب أو من الأسباب فعليكم القضاء، لأنه والوفاء حتى لا تكونوا ضمن النهي، النهي للتحريم، لا تبطلوا وفاء إن أبطلتموها لسبب من الأسباب فعليكم أن تتموها، فعليكم أن تقضوا يعني ما فاتكم. بالإضافة إلى حديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل، يعني هذا من أعمدة أدلتهم، خاصة أن فيه يعني أنه يعني ورد فيه توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اقضيا يوما مكانهم، وهو في ظاهره حقيقة معهم، اقضيا فعل الأمر والأمر للوجوب. لكن الأولانيين حقيقة نظروا نظرة عامة إلى إيه؟ إلى عموم الأحاديث وعموم الآيات وعموم الأدلة، وجمعوا بينها. لمن النبي يقول الأمير المتطوع أمير نفسه، مع هذا يعني والنافلة في الأصل ليست واجبة، وإلى غير ذلك من أدلة، فهم يعني والتي لا تتوافق ولا تتناغم مع الوجوب، فحملوا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. وكثير من الاستحبابات أو الأحكام المستحبة ترد على بصيغة الوجوب، ليست كل صيغة أمر تدل على الوجوب يا أخوات. صحيح الأصل في صيغة الأمر أنها تدل على الوجوب، لكن هل كل صيغة أمر بالضرورة أن تدل على الوجوب؟ إن وجدت القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره يصرف. يعني في قوله تعالى يعني يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، صيغة أمر قوية، ومع ذلك لم يقل العلماء بأن كتابة الدين واجبة، بل هي مستحبة. ليش؟ في قرينة
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. خلصنا وهانا فاقضي يوما مكانه. هذا صحيح صيغة أمر لكنه لا يدل على الوجوب، بدليل أن المتطوع أمير نفسه، بدليل أن هذه العبادة في الأصل هي نافلة. ما الذي غيرها؟ إذن يعني كلام مقنع حقيقة، كلام مقنع هذا القول. لكن نحن إذا أردنا أن نجمع بين الأمرين نقول الأحوط، نقول الأحوط أن يأتي أن يقضي يوما مكانه، لكن لا نستطيع أن نقول بالإلزام في ظل وجود كل هذه القرائن التي تدل على عدم الإلزام. ثم يعني ولازلنا في الأدلة القائلين بالوجوب، يعني القائلين بالوجوب برضو لهم نظرة، قال لك يعني في أما حديثكم اللي بتقولوا فيه من أهم أدلتهم الأمير المتطوع أمير نفسه، من أهم الأدلة. قالوا إحنا مش ضد الحديث المتطوع أمير نفسه، لكن إلى ما قبل الشروع، بعد ما شرع ما عاد أمير نفسه، ما عاد له اختيار، أصبح ملزما كالنذر. يعني في وجهة نظر حقيقة، مش ما فيش، لكن لعل يعني القول بعدم الوجوب هو الأقرب، يعني الأقرب والذي يتسق ويتناسب مع عموم الأدلة، ويمكن أن يتم الجمع والتوفيق به يعني من خلال مجموع الأدلة السابقة. لعل هذه يعني هي مجمل الأدلة الواردة. أنا أقول القول الراجح هو الأول، القول الراجح فقها هو الأول، والثاني أحوط. الأول أرجح والثاني أحوط. أما لننتقل للحديث عن الحكم الثاني، الحكم الثاني اللي هو إيش؟ هل يجوز الصلح أو طلب الصلح؟ يعني هو في فرق يا بنات، في يجوز الصلح ولا يجوز طلب الصلح. الحقيقة الآية، إحنا الآية تدل على عدم جواز طلب الصلح، وليس على جواز، على عدم جواز الصلح مطلقا. لأنه يا أخوات مبدأ المصالحة مع الأعداء مبدأ مشروع، لكن بشروط وتفاصيل كما سنرى، ومنها مسألة الطلب. هل يجوز يعني أن هل يجوز للمسلمين أن يبادئوا أو أن يبادروا بطلب المصالحة مع الأعداء؟ ظاهر الآية يدل على أنه لا، ظاهر الآية. لكن حقيقة يا أخوات، حتى يعني هذا الظاهر ليس على إطلاقه. دعني أقول هنا، أضع بعض المعطيات أو المسلمات. هناك اتفاق بين العلماء أنه يجوز الطلب، رغم أنه هذه الآية يعني بتقول لا يجوز، إذا وجدت ضرورة، إذا وجدت ضرورة، ضرورة يعني أنا مش قادر، أنا ضعيف الآن، أنا ضعيف، وإذا ما عملت المصالحة هذه وما أنا طلبتها حتى كمان أو ما عقدتها، اللي يا سيدي مش أنا طلب، أمليت علي إملاء حتى لو، لكن وأنا لا، وإن لم أفعل هلكت. يجوز يعني في ظل ضعف، في ظل حالة الضعف الشديد وعدم قدرتي على الجهاد ومقاومة الأعداء في هذا الوقت، يجوز. ولذلك انظروا يا أخوات الآية لما قالت فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فاكرين وأنتم الأعلون إيش أعرابها؟ كان في محل نصب حال، يعني في حال كونكم، وكأنها شرطت، وكأنها شرطت عدم جواز المبادئة في حال كونكم أقوياء. والقوة هنا تشمل القوة المعنوية بالإيمان والقوة المادية بالسلاح والعتاد، وكأنه بالمفهوم المخالف أن في حال كونكم ضعفاء فلا بأس أن تطلبوا وتدعوا إلى السلم
وتدعو إلى المصالحة في حالة كونكم ضعفاء، لا بأس في ذلك. إذن كأنه بده يصير معنى الآية في ظاهرها لا تدعو إلى السلم وأنتم أقوياء أو أنتم قادرين على المواجهة والجهاد، لا، خط أحمر، هيك ظاهر الآية. وهذا ما قال به بعض العلماء، وهذا ما قال به فريق حقيقة. الأولان المحل اتفاق عند الضرورة، لكن هذا لما لكن إذا كان يعني هل يجوز أن نطلب، هنا يأتي السؤال، هل يجوز للمجتمع المسلم أو للحاكم المسلم أو للمسلمين أن يطلبوا الجهاد حال كون أن يطلبوا أو أن يبادروا أو أن يعقدوا يا سيدي عقد مصالح حال كونهم أقوياء؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف يا بنات حقيقة. والراجح جواز ذلك إذا حالة كونهم أقوياء إذا وجدت مصلحة، في فرق أقل يعني من الضرورة، إذا وجدت مصلحة، إذا رأى الحاكم المسلم الأمين على مصالح الأمة، إذا وجد أن ثمة مصلحة ولو كان قوي مصلحة تجارية، أنا بدي إحنا الآن يعني طبعا لكن بشروط، مش يعني على الإطلاق مبدأ أنا قوي صحيح وقادر أحارب وكذا، لكن أنا بقول لك أحقن دماء المسلمين وأحقق مصالح وإلى غير ذلك، هذا لما يكون يا بنات ما فيش، وهذا ما فيش إلنا حقوق ضائعة، لما يكون ما فيش أسرى بالآلاف في السجون. ولذلك يعني اللي قالوا الذين قالوا بجواز المصالحة وأن تبدأوها وحتى لو كنا أقوياء، وضعوا شروطا، من هذه الشروط أن لا يكون يعني أن لا يكون هذا الصلح يعني يضيع حقا أصيلا وثابتا للمسلمين، يعني خاصة ونص على ذلك، يعني خاصة يعني المصالحة على الاعتراف بأرض بملكية أرض على التأبيد للعدو، الاعتراف أو المصالحة مع بقاء الأسرى المسلمين اللي في 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 منهج الإسلام، أسرى المسلمين لو أنفق كل مال بيت مال المسلمين ولم يبقى إلا ولا درهم فإنه من المستساغ أن يدفعوا كل ذلك من أجل إخراج كل مسلم، وأنا بعد هيك أروح أعقد مصالحة معهم ومع بقاء الأسرى، إيش قيمة هالمصالحة؟ يعني لا أقل من أن يخرج الأسرى ثم يعني أرض إسلامية أو مقدسات مع أيضا أوافق على ملكيتها المؤبدة للأعداء، هذا غير مقبول حتى في حالة الضعف. أنا بعمل معاهدة في حالة الضعف ماشي، لكن لا أوقع على اعتراف يعني تأبيد ملكية، أنا بخلي الأمر معلق وخلص يعني أكثر ما فيها. لكن شروط أخرى أنا يعني أن تتنازل عن جزء من المال، أن تتنازل، أن تسكت يعني عن الأرض المحتلة ليس سكوتا مؤبدا إلى حين أن تقوى وتستطيع أن تستردها، هذا كله لا 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 بأس فيه. يعني مبدأ المصالحة يا بنات مبدأ جائز على العموم ومرتبط بالمصالح حقيقة، لكن ليس على حساب الثوابت في الإسلام، وعلى رأس الثوابت يعني التنازل عن المقدسات والأرض وتثبيتها للأعداء. المشكلة يعني هان بين قوسين تثبيت ملكيتها، يعني هو في عصور السابقة يعني حقيقة مش أول مرة القدس يعني خلينا نقول تحتل، لكن لم يعهد عن المسلمين ولا على أي حاكم مهما وصل بهم الخذلان ومهما وصل بهم الضعف عن أن يتنازلوا عن مثلا أرض فلسطين أو عن أي أرض إسلامية
أن يتنازلوا عن ملكيتها. نحن حتى الأندلس نقول أرض إسلامية، ولا يعني وسيأتي يوم بإذن الله لتحريرها، وتحريرها الأصل أن يكون أمانة في عنق يعني في عنق المسلمين جميعا. إذن يا أخوات، يعني خليني أقول، يعني أنا في يعني أجمل الكلام حول هذا الحكم، حول هذا الحكم. ظاهر مرة أخرى، ظاهر الآية يدل على عدم جواز المبادئة، لكن هذا محمول على يعني حالة القوة وعدم الضرورة، محمول على حالة القوة وعدم الضرورة. فإن وجدت الضرورة فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك عند الجميع. ومع ذلك هناك من يقول إنه في حالة القوة لا يجوز المبادئة، لا يجوز. إذا طلبوا، أنا فرق يا أخوات، دائما فرق بين أن تطلب أنت المصالحة، أيوة، وأن يطلبها الطرف الآخر، فرق. لما هو يطلبها أنت بتقدر تحط الشروط اللي بدك إياها، اللي فيها مصلحة للمسلمين. يا أخوات، الإسلام حريص على مصلحة المسلمين، والحاكم المسلم هو المؤتمن على ذلك، فعليه أن يعني يراعي ويحقق المصالح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن إذا هذا يعني إذا ظاهر الآية، لكن حقيقة بعض العلماء كما قلت أو جمهور العلماء مبدأ المصالحة جائز وفق شروط، واعتبروا إنه هذه الآية، واحد يقول لي كيف اعتبروا جائز وهو وحتى لو طلبتها، مع أنه هذه الآية تنهى، اعتبروا أنه هذه، البعض اعتبر أنه هذه الآية منسوخة، منسوخة بقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يعني لكن حقيقة أنا أقول لا هذه منسوخة ولا هذه ناسخة، كل واحدة لا تناقض. هذه في حال القوة يا سيدي وعدم الضرورة ما تبادرش أنت لكن في حال الضعف لا بأس أن تبادر وأن يعني تجنح إلى السلم ما دام في ذلك مصلحة. باختصار أيتها الأخوات، المصالح، المصالحة والمعاهدات والهدن يعني من حيث الجملة جائزة ما روعيت المصلحة، ما روعيت المصلحة. فيها كلام كثير وتفاصيل كثيرة جدا عند العلماء، لكن بيت القصيد أو ملخص الكلام إنه المعاهدات جائزة مع الكفار أو مع الأعداء، لكن يعني بشروط معينة وما روعية مصالح المسلمين. أما أن تهدر المصالح ويتم تجاوز يعني الثوابت فلا يجوز. ومن ضمن الشروط التي وضعوها أن تكون المدة، حتى عشان أنا ما ضليش يعني مدة محددة، البعض أوصل أقل لا تزيد عن 10 سنين، والبعض قال حتى لو زادت عن 10 سنين معلش، لكن المهم في مدة 15 سنة مش مهم، 20 سنة في المهم يكون في تحديد. وحقيقة إنه بعض العلماء للأمانة قالوا حتى لو لم يحدد لا بأس في ذلك، بعض العلماء خلافا للجمهور، بمعنى أن المصالحة من حيث المبدأ، ديننا لا يمانع من المصالحة، اللي إحنا بنمانع منه أن تغتصب حقوقنا وبعد هيك نجي نتصالح على تضييع هذه الحقوق. نكتفي بهذا القدر وشكرا لكم.